مرت 15 يوم تحت في الفراسي بالسخانه والتقيه. في الاخير ملي درت شويه قديت نتحرك وخدت ديني دبقات فيا الدوخة، خرجت لبرا مع ديك سير الربعه وخرجت ندور هنايا. مشيت للقهوه مع الدراري، بدات ليا من الحموم الشفحات من تحت رجليا، تنحط بحال تنحط تنقف عليه العافيه، وبقيت هكذاك الحريق العافيه نايضه فيا. في الاخير بقات تطلع معايا كذا 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 توصلت ليا لهنا. في الاخير ملي قمت في الاولى رجليا بقيت نقدر نتمشى، ماشي ما بقاش بحال الجد ديالي. فشلت ملي هوت للسبيطار الحسني، صافي كملت في خطره ما بقى ما فهمت شنو نقول. لا تما ما داروا لي والو، داروا لي تما تيو حيت نبول ما بقيتش نبول. تبلوكات لي عند السبيطار ديال وجده، وجده تما يدي تبلوك. اما في السبيطار الحسني هيرج ليا صافي ما بقاش يتحركوا ضعري، صافي تبلوكا في خطره ما بقيتش كنتحكم فيهم كاع. ليله وحده اللي بتما، ليله وحده تما قالوا لي سي لالك تمشي لوجده. وا مشي لوجده، مشيتي لوجده. وجدت تبلوكات لي هاد اللي تصافي بقات لي هاد اليد اللي خلى لي ربي تعالى صافي. هاد السيد كش بلي عندك شي علاج هكا؟ ما قالوا لي بقاو تسربوني في الدوايات ديال، كانوا اصلا تسربوا لي واحد الدواء عينيا بسبابو حوالت، عينيا بسبابو حوالت ديال الاعصاب ما عرفت ما كانت سقراط وقفاتو ليا كان يحمقني العقل ديال عيني حوالو. هذا دابا عيني انتبهتي راه عيني وحده حولها، اما عيني كانت مزيانه. من بديت نصب هذاك الدواء صافي، وفي الاخير بقاو بالدوايات بالدوايات في ريري مريري مصرب ما عرفتش شحال من دواء تنصرف في النهار. في الاخير قالوا لي شنو قالوا لي؟ قالوا لي سير السنه كانوا تنشوفوني تنغوت وتوقفوني على الضفار رجليا وانا تنغوت وتنقول ما تنقدرش. في الاخير شنو داروا؟ قالوا لك فيك مرض نفساني، داوني طبيب واحد طبيب مرض نفساني، قالوا لك بلا بلا شافوا فيا صافي. عاود قالوا لك سير تترجع. عندي 15 سنه دابا هادي شي 5 سنين وشي شهر. دابا شحال عندك من عام؟ 20. مازال 20 دابا انت 6 سنين وانت في الفراش هكا. 6 سنين ما كتنوض ما كدير حتى حاجه. اي جالس هنايا واه ما تنقدرش حيت حتى نحط يديا عليا على الحمد ديالي اللي النار تتشعل فيا بحال شي حاجه محميه وتتحطها عليا. ايوا ما ترسل بوالو، عندي واحد التليفون هو هذا التليفون تندوز به الوقت مع الدراري وفي هذيك اللعبه كلشي تيعرفها. صافي تيلي تندير النهار كله ونتسنى نهار اللي يعاوني شي واحد المحسنين يعاونوني بشي بركه او اللي الخايب باش ما كان المطلب ديالي للمحسنين هما يعاونوني باش نتعالج. وهذا هو المطلب ديالي. انا تنحلم نوقف على رجليا عاود ونولي نلعب بحالي بحال الدراري. راه العاد نعاس ما تنعس في خاطري، نعاس ناعس هاد تسولوه الوالد ديالي نعاس وانا نعاس وتنشطح بالحريق. انا ما كيفاش الماكله ما تناكل في خاطري على مرض تكتب عليا ما يمكنليش. اللهم لك الحمد على شكون ما عطاني من عند ربي، كان عند عبد الله ياخذ الحق، كان عند الله اللهم لك الحمد. مزيانه هذه مزيانه، ما هي اللي خلاها لي ربي تنتعاون بها. وحده هذه اللي عندي من هنا تطوى شويه، اما هذه صافي من قليفي تطوى لي شويه. اما رجليا من التحت ما تتحكمش فيهم كاع بحال الاراده ديالي العقل ديالي ما تتحكمش فيهم. السلام عليكم اخواني المغاربه اخواني المسلمين. هذا هو الواقع اللي وقعت له، انا ما عالمش عليها، ولكن المهم اللي في جهدي درتو معاه. وصلنا للسبيطار ديال المخزن، وصلنا للسبيطار ديال محمد السادس، داك الشيء اللي داروه معاه داروه معاه. اخر ما كان معاه وهو طبيب نفساني، طبيب نفساني ما تمكنش باش نبقى نوصلو لوجده من كل 15 يوم باش نوصلوا لوجدة. وصلتوا واحد ثلاثة المرات من بعد ما بقاش ممكن ديالي باش نوصلوا لوجدة. بقى لي الولد هنايا وانا بدي الاستطاعة. دابا هادي 6 سنين اللي مرض ليا، هادي 6 سنين الحالة ديالو كتصعب على اي مسلم. انا ما كنطلب والو، كنطلب من الله ومن المحسنين المؤمنين غير يوقفوا مع هاد الولد يوقف على رجليه. صافي بغيتو غير يوقف على رجليه، ما انا ما خصني والو، خصني غير هاد الولد هذا يوقف ليا على رجليه، يعاونونا بالادويه سبيطار ولا رقيه ولا المهم شي حاجه اللي توقفوا على رجليه. هاد الشيء ما نطلبوا من المحسنين ومن المؤمنين ومن المغاربه جميعا.